250 مطلوبا من محافظتي دمشق وريفها و26 مطلوبا من مدينة القمشلي في محافظة الحسكة سلموا أنفسهم إلى الجهات المختصة، حيث قامت هذه الجهات المختصة بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية بعد أن تقدموا بتعهدات خطية بعدم العودة لحمل السلاح والتخريب، مبدين ندمهم وتعهدهم بعدم القيام مستقبلا بأي أعمال تمس أمن الوطن والمواطن، بعد أن تأكد لكل منهم حجم المؤامرة ضد سوريا والتضليل الذي تعرضوا له، داعين غيرهم ممن يفكر بتسليم نفسه ولم تتلطخ يداه بجريمة سفك الدم السوري إلى تسليم نفسه ليصار إلى تسوية أوضاعه فورا. أعداد كبيرة جدا بشكل يومي عم تيجي وتسلم نفسها وتسلم سلاحها، والبعض منهم اللي ارتكبوا أمور غير قضية السلاح عم يجوا يسلموا نفسهم. بتصور انه انتم التقيتوا معهم وسمعتوا منهم كيف انه الناس يعني جايه بشكل مريح، ما حدا شعر باي ازعاج، وهي جماعه راسا عم بتوقع على ورقه وتعهد انه هذا الشيء ما بقى يتكرر وعم ترجع على بيوتها بشكل سريع. انا بتمنى من كل انسان غرر به او ارتكب خطا لا يضيع هي الفرصه، الان امامنا فرصه كبيره لاعاده الوئام لكل المناطق. اكبر مثال هي الناس، كل يوم في عنا ما لا يقل عن 400 او 500 شخص فقط في مدينة دمشق، فما بالك باقي المحافظات، يعني في عنا دير الزور، في عنا حلب، في عنا الرقة، في عنا كل المحافظات اعداد كبيرة جدا يسلمون انفسهم. والله تسهيلات جدا، وبنصح كل انسان، كل انسان بهالوطن مو بس واحد ان كان مسلح او غير مسلح يجي يسلم حاله، واهله وسهلا فيه، بتلاقي الوطن فاتح لهم ذراعيه. بنصحهم انه يرجع للصواهب بس. بس بنصحهم يجوا يساووا اوضاعهم، بنصحهم يساووا اوضاعهم ويشوفوا الصح من الغلط. بس الله يهديهم، وبتمنى كل انه يجوا يساووا اوضاعهم وخليها تهدأ الاوضاع. يعني انا ساويت اوضاعي مشان المشاكل كذا، وبنصح كل انسان انه يجي يساوي وضعه، والامور مسهله كثير، يعني ما في اي عواقب هون.